يوجد لدي تفشي مجتمعي. الانتخابات في هذا الوقت لم تخدم عملية التعاون مع الجائحة، هناك استحقاق الانتخابات، لكن للأسف المواطنين لم يلتزموا بإجراءات الصحة العامة من التزام بالكمامة وعدم التجمع، فبالتالي يجب أن يكون لدينا الكلمة العليا في هذه المرحلة لحماية الوطن. مخاوف عديدة أثيرت قبل انعقاد الانتخابات النيابية من احتمالية زيادة وتيرة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، مخاوف وشكوك لم يبددها كثيرا فرض حظر تجول شامل لمدة 4 أيام يعقب انتهاء عملية الاقتراع يوم الثلاثاء. ما حصل على أرض الواقع لم يبتعد كثيرا عن السيناريوهات المتشائمة، إذ سجلت خروقات عديدة خصوصا خارج مراكز الاقتراع خلال عملية التصويت، وما أن ظهرت النتائج شبه الأولية حتى بدأت الاحتفالات والتجمعات المخالفة لأوامر الدفاع وقرار حظر التجول الشامل. وبحسب بيان من الأمن العام، ضبط عدد من المرشحين المتسببين بالتجمعات والاحتفالات، فيما عمم على أكثر من 400 مركبة بمخالفات المسير بمواكب ومخالفة أوامر الدفاع، كما ضبط 35 شخصا بمثل تلك المخالفات. ما أن انتهى السباق إلى العبدلي بين أكثر من 1600 مرشح ومرشحة حتى دخل الأردن في حظر تجول شامل سيستمر حتى صباح الأحد المقبل، لكن مشهد الحظر الشامل لم يكن كما هو متوقع، حيث شهدت مناطق عدة في جميع أنحاء المملكة خروقات لأنصار مرشحين فائزين بحسب نتائج أولية أعلنت في مختلف الدوائر الانتخابية. احتفالات ما بعد الانتخابات رصدها الأمن العام وجرى التعميم على مرتكبي المخالفات، كما أنه تم إعادة انتشار للقوى الأمنية في مناطق المملكة كافة لتطبيق المرحلة الثانية من خطة الحظر الشامل، إذ إنه سيتم التعامل مع كل من يخرق حظر التجول بحسب ما ذكر بيان الأمن العام. كما أن وزارة الداخلية شددت على ضرورة ملاحقة واتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق كل مخالفي أمر الدفاع رقم 20 القاضي بمنع التجمعات في المناسبات. ووسط كل هذا، الحكومة اتخذت مسبقاً قرار الحظر الشامل بعد الانتخابات لأسباب تتعلق بالوضع الوبائي، خاصة وأن الإصابات الإجمالية بكورونا تجاوزت حاجز 125,000 حالة سجلت أغلبها خلال الشهرين الماضيين، ناهيك عن ارتفاع قياسي بعدد الوفيات اقترب من 1500 حالة. من مستشفى الأمير حمزة في عمان ينضم إلينا وزير الصحة دكتور نذير عبيدات. مساء الخير دكتور، وأهلا بك معنا في بعد الخبر. مساء الخير لك ولكل المشاهدين. دكتور، أبدأ معك من آخر الأنباء المتعلقة بتوفر اللقاح لفيروس كورونا. بالتأكيد يعني هناك عدة شركات عالمية وصلت إلى مراحل متقدمة بما يتعلق باللقاحات، وأحد هذه الشركات أعلنت عن نتائج إيجابية ونتائج ممتازة بما يتعلق بفعالية ومأمونية اللقاح الذي تعمل هذه الشركة على توفيره، وبالتأكيد هذا اللقاح يعني يعطي الأمل لنا جميعا بأن يكون لدينا سلاحا جديدا بما يتعلق بالتصدي لهذا الوباء على المستوى العالمي وعلى مستوى يعني الدول بذاتها. لذلك هاي يعني النتائج اللي توصلت لها هذه الشركة تعتبر نتائج يعني جيدة، وإن شاء الله سيكون لها تأثير إيجابي على الوضع الوبائي العالمي. بالتأكيد الأردن كان يعني تعاقد مع أكثر من شركة تقوم بمحاولة توفير هذه اللقاحات، وهذه الشركة
اللي أعلنت عن نتائج مؤخرا، يعني الحمد لله كنا متعاقدين معها بتأمين ما نسبته 5 إلى 10% من المواطنين، وإن شاء الله يعني إذا ما ثبت يعني أو إذا ما استطاعت هذه الشركة من الانتهاء من المراحل الأخيرة بما يتعلق باعتماد هذا اللقاح وترخيصه ليكون يعني متوفرا وباستطاعة الدول المختلفة أن تقدمه لمواطنيها، إن شاء الله الأردن سيكون من الدول التي ستحصل على هذا اللقاح بالتأكيد. يعني ومنذ أشهر عدة أخرى يعني قامت وزارة الصحة بالتعاقد مع أيضا ائتلاف آخر تدعم بعض المؤسسات الصحية العالمية لتوفير اللقاح أيضا من شركات أخرى. لذلك يعني إحنا بالأردن الحمد لله متابعين لكل التطورات المتعلقة باللقاحات، وإن شاء الله يعني حال توفر هذه اللقاحات وأصبحت جاهزة للاستعمال سنقوم بتوفيرها وإعطائها. نعم. لكن لا يوجد جدول زمني محدد المنزل. يعني حسب هذه الشركات لا يوجد جدول زمني محدد لمتى قرب مثلا تداول اللقاح. يعني إذا ما حصلت هذه الشركة على التراخيص المطلوبة لها حتى يصبح هذا اللقاح يعني موجود ويمكن استعماله بطريقة قانونية وشرعية، بالتأكيد يعني إن شاء الله وحسب ما تم الاتفاق مع هذه الشركة سيكون متوفر في الربع الأول من العام القادم 2021 إن شاء الله. طيب دكتور، ما تعليقك على ما تم تداوله من فيديوهات تظهر الخرق العظيم لحظر التجول وأوامر الدفاع والتي تزامنت مع صدور نتائج الانتخابات، صدور النتائج الأولية؟ يعني لا شك أنه استحقاق الدستوري كان مهم، وعلينا جميعا أن نتعامل مع هذا الاستحقاق الدستوري بكل جدية. لذلك يعني قامت الهيئة المستقلة للانتخابات بالتعاون مع وزارة الصحة بوضع بروتوكولات مهمة، كانت مهمة وتم دراستها بطريقة دقيقة، بحيث يعني كلياتنا لاحظنا أنه الالتزام داخل مراكز الاقتراع كان التزام جيد، وكان هناك محافظة جيدة على يعني بما يتعلق بالتقيد بوسائل الوقاية. لكن للأسف يعني خارج مراكز الاقتراع كان بعض الخروقات من بعض الأخوة المواطنين، يعني هاي الخروقات كانت مؤسفة وكنا نتمنى ألا نراها، خاصة وأنه إحنا بالأردن يعني هذه الأيام نمر ب يعني المنحنى الوبائي هو يعني يسير بزيادة في عدد الحالات، واللي يعني الحمد لله ما زالت مستشفياتنا قادرة على التعامل مع هاي الأعداد، لكن كنا نتمنى أن لا تكون مثل هذه الخروقات اللي لا نستطيع أن نقول إلا لا شك أنها يمكن أن تؤدي إلى أثار سلبية على الوضع الوبائي. طيب بعيدا عن هذه الفيديوهات التي لم يبت بعد في صحتها أو طريقة التعامل معها، ما هي الخطة الموضوعة من قبل وزارة الصحة حتى يتم التعامل مع سيناريو عدم الالتزام بأوامر الدفاع وقرار الحظر الشامل؟ هل هذا سيقودنا برأيك أو ما لمسنا لربما فيما رأيناه خلال هذين اليومين إلى حظر شامل آخر طويل؟ اولا يعني كان واضح انه كان متوقع انه يكون في بعض الخروقات، خاصه بعد يعني في بدايه صباح يوم الاربعاء او نهايه يوم الثلاثاء، انه كان من المتوقع ظهور نتائج غير رسميه وان يقوم البعض بطريقه معينه من الاحتفالات. لذلك جاء قرار يعني الحظر الشامل، من المفترض ان يؤدي إلى وقف مثل هذه الخروقات والتجمعات المحتملة، وأعتقد أنه يعني نسبة كبيرة من المواطنين يعني هم تفاعلوا مع هذا الحظر والتزموا فيه، لكن كما يعني قلت أنه كان عدم التزام، وصحيح كان في بعض المناطق في عدم التزام وكان هناك تجمعات.
هي كما قلت انه هي التجمعات لا شك انها ممكن ان تؤدي الى اثار سلبية، بحيث انه من المحتمل ان يؤثر في زيادة معينة في عدد الحالات، لكن يعني الحلول ليست فقط هي وجود حظر شامل وقاسي، هناك يعني بعض الحلول اللي تحاول الحكومة ووزارة الصحة أن تتعامل مع الوضع الوبائي من خلال حلول أخرى. يعني نحاول أولا يعني أن ندعو جميع المواطنين أولا وأخيرا وكل وقت أن نلتزم جميعا بما يتعلق بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي، وأعود وأكرر يعني كنا نتمنى ألا يكون هناك تجمعات، وما زلنا نتمنى ألا يكون أي نوع من التجمعات، حتى لو انتهينا من موضوع احتفالاتنا بالناجحين في الانتخابات، ولكن لسبب أو لآخر يجب علينا دائما أن نضع أمام أنفسنا أنه حياة الأردنيين هي غالية علينا، لذلك التجمعات هي للأسف طيب دكتور يعني قد تؤدي إلى زيادة في عدد الحالات، لذلك يعني الموضوع أن ندعو دائما إلى ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي، لأن هذا موضوع مهم ويبقى فعالا وضروريا في كل الأوقات، لكن مع ذلك ماذا علينا أن نعمل؟ هناك أمور أخرى نقوم يعني لكي يعني قدر الإمكان ألا نلجأ إلى الذهاب إلى إجراءات قاسية من خلال يعني زيادة قدرات المستشفيات بطريقة أو بأخرى، لكن إذا لا سمح الله ما وصلنا إلى حد معين وأصبحت يعني عدد الأسرة المشغولة من قبل من المرضى وصلت إلى حد معين، قد تلجأ الحكومة إلى إجراءات قد تكون يعني طيب دكتور هناك من يتداول لكن هناك من يتداول نعم بأنه خلال الفترة القادمة من الممكن أن يتم حظر ذكي. ماذا نعني بكلمة ذكي؟ يعني محاكاة لتجربة الغرب في الإغلاقات، إغلاق قطاعات دون أخرى. يعني بالتأكيد يعني الحظر الشامل والحظر القاسي سيكون له انعكاسات سلبية اقتصادية واجتماعية وإلى ما ذلك، لكن دائما يؤخذ دائما بعين الاعتبار مدى يعني تأثير وجود يعني نشاط أي قطاع معين وتأثيره على الوضع الوبائي، أيضا هذا مهم، لذلك يعني الحظر الذكي هو يهتم ب يعني ياخذ قطاعات معينه، وهذه القطاعات يعني لا شك انه اغلاقها قد يكون يعني صعب على بعض الفئات وعلى اصحابها وعلى مرتادين مثل هذه القطاعات، لكن بالتاكيد يعني لابد مضطرين لاغلاق بعض هذه القطاعات وقطاعات أخرى بطريقة إلى نحاول قدر الإمكان ألا تؤدي إلى انعكاسات اقتصادية كبيرة، وعلى خاصة على الفئات التي تعمل بالمياومة واللي هي قد تؤثر على الحياة اليومية للمواطنين. سيكون هناك إذا ما لجأنا إلى مثل هذا الحظر الذكي سيكون هناك يعني تحضيرات كبيرة تقوم فيها وزارات متعددة لكي لا يكون يعني تطبيق مثل هذا أو هذه الإجراءات لتكون يعني انعكاساته على المواطنين بأقل ما يمكن. طيب دكتور متى سنلمس نتائج ما حصل خلال هذه الانتخابات وانعكاسها على الوضع الوبائي؟ أتحدث عن أعداد الإصابات. أتمنى أن لا يحدث ذلك، لكن إذا كان لابد أن يحدث بعض الانعكاسات السلبية يعني بالمتوسط نحتاج إلى 7 أيام تقريبا لنرى أن هناك زيادة في عدد الحالات، نتمنى أن لا يحدث ذلك طبعا، بس بالتأكيد يعني نحتاج لبضعة أيام وقد يعني نستطيع أن نقول 7 إلى 8 أيام. طيب
دكتور، هل وضعتم يعني بروتوكول يوم الثلاثاء او الاثنين او الثلاثاء القادم يوم اذا كان هناك يعني انعكاسات؟ نتمنى لا يكون طبعا، نتمنى ذلك. طيب، هل تم وضع بروتوكول صحي ليتم انعقاد جلسات مجلس الأمة الجديد والذي من المرجح أن يدعى الانعقاد خلال الشهر المقبل؟ لأنه كما تعلم بعض الجلسات وخاصة جلسات الثقة قد تشهد حضور طاقم الوزراء بشكل كامل والنواب أيضا معا. لا شك لابد من يعني اتخاذ ترتيبات خاصة بما يتعلق بجلسة بأي اجتماعات، سواء اجتماعات مجلس النواب أو أي اجتماع آخر. يجب دائما أن يحافظ على يعني كل ما يتطلبه الوضع الوبائي وضرورة المحافظة على كل وسائل الوقاية، وخاصة بما يتعلق بالتباعد الجسدي، لأنه كما تفضلتي يعني إجراء مثل هاي الاجتماعات يجب دائما أن يحافظ على التباعد الجسدي، وفي حال لم يكن ذلك لابد يعني الذهاب إلى الاجتماعات عن بعد، ويعني هاي بالتأكيد سيتم دراسته من قبل المعنيين، لكن يعني احنا كوزارة الصحة دائما نوصي بضرورة يعني المحافظة على التباعد الجسدي في أي اجتماع أو أي نشاط تقوم فيه المؤسسات، سواء المؤسسات الرسمية أو المؤسسات غير الرسمية. من مستشفى الأمير حمزة في عمان، وزير الصحة دكتور نذير عبيدات، شكرا جزيلا لك دكتور.